أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية حملة مشاريع شهر رمضان المبارك تحت شعار أبشر المحسنين بتكلفة 56 مليون درهم بزيادة 15% مقارنة بالعام الماضي. نتوقع عدد المستفيدين من مشاريع شهر رمضان هذا العام أن يصل إلى 495 ألف مستفيد، وتستهدف الحملة هذا العام بزيادة ما تقارب 15%. وأيضا سوف يتم توزيع وجبات إفطار الصائم لعدد 500 ألف وجبة في هذا الشهر الفضيل إن شاء الله، بمعدل يوم 16,666 وجبة.